طيب الأساس العلمي للموضوع زي ما بنقول إنه موجود ومعروف الفكرة، بالظبط. لكن القصة في الجهاز أو الجهاز في اللي احنا الآلية. عملناه، طيب إيه المانع إن ده يعني إذا كانت الفكرة بالشكل ده ما بتطبقش؟ هل التكلفة ليها عامل؟ هل الجهاز مش موجود؟ هل إحنا بنأسس لحاجة ممكن نستغلها بعد كده ونشتغل عليها؟ لا احنا عملنا حاجه حلوه قوي في المشروع بتاعنا. كان لازم اللي بيفرق بيفرق المشروع عن المشروع هو الجانب الاقتصادي، ده اللي بيفرق عنه. عملنا جانب اقتصادي عندنا في المشروع، وعملنا دراسه جدوى على مصر تحديدا، ازاي استغل المشروع بتاعي ما لمصر. انا ده سؤالي، ان ده ما بتعملش هنا بالظبط. في مصر ليه؟ عملنا ما دام كده احنا كل اللي نعمل عملنا دراسه الجدوى وحققناها. ازاي بقى؟ ازاي احنا عندنا مساحه مصر او صحره مصر 96% مساحتها. طيب فكرنا هو احنا محتاجين قد ايه زراعه طحالب عشان ما نحتاجش سولر من البنزين، لان اللي احنا مصر فيها 96% مساحتها صحراء، احنا بزراعه من 3 ل 8% من المساحه دي طحالب. الطحالب شكل زراعتها بسيط جدا، عباره عن بتبقى احواض، احواض دي خرسانيه بحط فيها ميه مالحه، ميه من البحر، يعني مفيش تكلفه. والطحالب بتتغذى هي عن لوحدها طريق بتطلع. عن طريق البناء الضوئي. يعني بتحتاج ايه؟ بتحتاج ثاني اكسيد الكربون وشمس. واحنا لما جينا عملنا مقارنه بين مصر واعلى دوله في العالم في زراعه الطحالب اللي هي الصين، لقينا ان مصر فيها 2500 كيلو وات بير متر سكوير في السولار ايريديشن، الاشعاع الشمسي. احنا عندنا اكبر قوه اشعاع شمس في العالم. الصين عشان ما تنتج لنا طحالب اللي هي بتساعد في عمليه التكاثر اللي هو البناء الضوئي. ايوه احنا لما جينا عملنا الصين بدات انها تعمل حاجه تانية، لانها ما عندهاش الظروف دي. الصين دلوقتي وصلت لمرحله انها بتعمل استمطار عشان ما عندهاش الظروف الطبيعيه لمصر، تعمل زي مطر. سحب صناعيه الصين نزل دلوقتي بدات تعمل حاجه اسمها بايرو اكتور. بايرو اكتور ده فكرته ببساطه انها بتعمل زي انبوبه، من انبوبه شفافه تحط فيها الطحالب وبتوفر لها الظروف اللي بتعيش فيها الطحالب، يعني من ظروف اللي هو ظروف درجه حراره، ظروف واحنا مشاش. عندنا يا سيف يا دينا البيئه مهيئه، الظروف كل حاجه، والمصدر ومصدر السي او 2 اصلا بوفره اللي بتنتجه مصانع الاسمده لانتاج الامونيا. وعندنا كمان السولار اريديشن زي ما سيف قال، عندنا كل اصلا الظروف، ثلاث ظروف المهيئين لزراعه الطحالب في مصر. يبقى ايه اللي ناقصنا؟ ولا حاجه. عندنا ولا حاجه ناقصنا نعمل. طيب خلينا